شيخة وردة. ايه القصة؟ قصة من القصص اللي موجودة في الحياة. هم هنا يعني معتقدين في القصة. زمان محدش عارف امتى بالظبط. مفيش تواريخ عندنا هنا. لكن في عندنا قصة، هي ست من بيت عادي. تعرفين طبعا زمان ما كانش الست تخرج في الصعيد، تخرج تروح فين. لكن وردة تخرج. يعني يروح يجيبوها ويقفلوا عليها الباب. تقوم برضه يلاقوها بره. فالباب بيتفتح ازاي؟ بتخرج ازاي؟ مش عارفين. فراحوا جايب ربطنا بسلاسل. دي الروايه المرويه، انا ماليش دعوه. ربطنا بسلاسل. يوم الصبح يلاقوا السلاسل موجوده وورده مش موجوده. ورده تخرج. فاعتبروا ان ورده، انتوا عارفين يقول لك الراجل ده مبروك. راجل طيب كده، في حاله كده. عارفين فرحات اللي عمله احمد بطريقه جميله جدا، عبد الرحيم كمال. هي نفسك فكره فرحات ديت، شفتوه في المسلسل. هي طليقه كده منطلقه. واحنا في دايما في الريف وفي الصعيد وكده تلاقي في شخص ده موجود. لما تيجي خميم لازم تزور البير ده، له قصة. حمادة أبو الغريب اللي هو ماسك المنطقة هنا قال لي البير ده أنا ورثته عن أبويا، وأبويا ورثه عن أبوه، وأبوه ورثه عن أبوه، وأبوه مش عارفين بقى مين بقى فوق راحت فين الحكاية. بير قديم جدا، في جوه تلات عيون يا حمادة ولا أربعة؟ أربعة سعادتك. في أربع عيون تحت. مية شغالة 24 ساعة، مفيش ما بتقفش. من ساعة ما كنت صغير يا حمادة؟ أيوة سعادتك. وأبوك كان صغير؟ أيوة. وجدك كان صغير؟ أيوة. وهي عمالة تطلع هي ما تطلع مية على طول سعادتك. طيب مية عذبة جاية؟ لا دي ما طلعتش في مية عذبة بس، تطلع ليها قصة. من زمان برضو قوي يعتقد الناس هنا إن المية دي فيها شفاء. مية مختلفة مش زي أي مية. فلما حد يتعب أو يعيا بييجوا هنا يزوروا يوم الجمعة ويوم الخميس. جمعة وخميس ولا جمعة بس؟ جمعة. يجوا جمعة وساعات يجوا الخميس. ويوم الاثنين برضه. ويوم الاثنين. يقفوا هنا كده وعمك حمادة، وريني يا حمادة بتعمل إيه؟ أنا سعادتك مؤاخذة أمسك مؤاخذة العجل. سعادتك أنا هنا. ومؤاخذة أكب عليه ثلاث مرات. ثلاث مرات بالعدد. العيل الصغير. العيل بس ثلاث مرات. وأمسك مؤاخذة يجي بهدومه كده صيف شتاء مالكش دعوة أنت. شتاء جيض يجي مؤاخذة يجي على الغير بتاعه سعادتك. اللي تسبح بيه ومع السجره دي تشبك فيها. ايوه تطلع من الرشفه كانت في حاجه بجسم سعادتك تطلع منه حاجه بقى ايه يعني صرع ولا عايه برضه؟ عايه بعد انك مرضك جسمه كابس بطلان مرضه مش عارف تطلع من الحكايه. تطلع منه يعني تطلع منه الحكايه. ايوه كل مره تديله ثلاثه ميه من دول. ايوه ثلاثه ميه كده ثلاث مرات. وليه عيل ولو راجل كبير ايه؟ مخزن فيه ناس كبيره ما تيجي يا استاذ محمود. في ناس مخزن ما تيجي كبيره وحريم برضه. اصل انا وقعت الوقت في الطمي ده فراح مديني شويه ميه قال لي من حظك انت بقى. ده ميه كلها بركه. ميه كلها بركه. بركه سعادتك يا استاذ محمود. انت بتشربها عادي. انا سعادتك عادي. سعادتك يا استاذ محمود ولا برضه تكون مرجوف برضه. اوعى ترش عليه ميه الدنيا برضه. ده ابنك ده؟ يا سيد ابو الحجاج. ده سيدك ابو الحجاج؟ ايوه. وقلت لي بقى البير ده اسمه ايه؟ جرمان. بير جرمان. أيوة. بير جرمان. بير عريق قديم. أيوة. قديم قوي. 26 متر تحت. عميق 26 متر. ايوه 26 متر سعادتك. نزلته انت؟ ها؟ بتنزله؟ ايوه سعادتك معانا ناس تخصص تنزله. سعادة مثلا نجيبه ناس سعادتك ومتفق عليها بكده كده وسعادتك يا باشا وطلع الظبط مني بس. يطلع ازاي؟
يطلع مغزه منها، كان مغزه خلقه مغزه كياس. ابي نظفها. هاي منظفها سعادتك بالغربال. ابي نظفها. ابي الغربال. فبعد ما الولاد بقى يطلعوا من ميه يروحوا واخدين تيشيرت بتاعهم قميص فانيلا اي حاجه ويروح رميها على الشجره دي. قصص زي ما قلت لحضراتكم انت ممكن ما تقبلهاش، ويعني عايز ترفضها ارفضها، انت حر يعني ما فيش مانع. انا موافق على فكره، بس يعني حكايه موجوده. في وسط حاضر، في وسط ماضي عريق تحت الارض، ليه قصص وليه حكايات. فالناس بتتوارث الحكايه. ما خلصتش الحكايات دي، الحكايات دي لسه موجوده ولسه عايشه، ولسه الناس مش الناشئه، لسه الناس عايشه جواها وبتتعامل معاها كانها حقائق.